في بلد المحاصصات ساد مبدأ الوساطة في كل الدوائر والمؤسسات، والضحية دائماً المواطن الشريف. المعلمة هدى هوشر تروي لصوت بيروت انترناشونال تجربتها مع الدوائر الرسمية، وتطالب رئيس الجمهورية ميشيل عون القيام بواجباته. مقدمة أنا مجلس خدمة مدنية وناجحة عن بيروت لغة عربية، فكان رقمي 40 بالفائض عن بيروت، يعني من أول اسم بالفائض. اللي صار أنه في حد قدمت استقالته كان يلحق أن يكون محلة. تعذبت كتير أنا وعم أقدم وراء وأقدم طلب، ما بدي أحكي بين مجلس الخدمة المدنية بين وزارة التربية بين مجلس الوزراء. هالشي الأمر صاروا 3 سنين. آخر مرحلة أنا هلأ مشكلتي وصلت لها لأنه المرسوم طلع من مجلس الوزراء وحالياً هو بالقصر الجمهوري، صاروا 1.5 سنة وعم يمشي فيه الوقت. أنا تواصلت معهم، بدت صار لي تقريباً شي 6 أشهر عم بدقلهم على القصر الجمهوري من مكتب لمكتب، ما في أي نتيجة. فما صار عندي إلا حل وحيد أنه أنا وصل صوتي لفخامة الرئيس، أنت ظلم وأنت ما عطيتني حقي وأنت ما كنت عادل بحق مواطنة لبنانية موجودة ببلدك، أنت مسؤول عنها ومسؤول أنه أنت تقوم بواجباتك بكل ضمير وبكل مصداقية وبكل عدل. أنت ما أنصفتني، مين بده ينصفني؟ مرسومي ليش ما مضى؟ أنا خسرت وظيفة، أنا نضع مستقبلي، أنا حاليا لازم يكون عندي أنا كون أستاذة مثبتة كل شهر عم بيوصلني معاشي، عندي ضمان. أنا بطلب منك أولا أنك لازم تمضي مرسومي لأنه هذا واجبك اللي أنت ما لازم أنت تقصر فيه، وكان لازم هالشي يصير من 1.5 سنة. رقم 2، لو أنت مضيته أنا ما عاد استفيد منه. طيب هيدا العطل والضرر اللي بده هلأ اللي صابني واللي حيدلع ويصيبني، هل يا ترى أنت قادر أنك تعوض لي؟ فحقي عندك نايم بالدرج صار له 1.5 سنة. بتمنى عليك أنه تطلع على هالمرسوم، تعرف أنه في حق نايم هونيك له 1.5 سنة. شوف شو بدك تعمل أنت مجريات، كيف بدك تعاقب اللي ما خلاك يمكن ما معك خبر أنه أصلاً أنه في هيك قضية موجودة عندك. فلازم تحاسب المسؤول، في فساد عندك بالقصر الجمهوري، في إهمال، في فساد. أنا عم طالبك تشوف هيدا هالفساد وهالإهمال، حاسبه وبعدين أنت جاوبني أنه ليش أنت ما معك خبر بشي أنت مسؤول عنه تحديداً وناطر إمضاءك إلك.